نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. أفرميت لباس كردني بياو تاكان دا رحمت بيا أبيد بو أو مجلسة شجا لبان همو صالحة كان في غنبران سلامي خويا نصر بيت باسي ورقردني عهد ميثاق من كل بني آدم ولا آدم سلامي خويا نصر بيت وباسي أو خصوصياتي آدم من كرت كخدا بي فرمو أخرج بعث النار ولا باشان دا باسي هردو كركي آدم من كرت أم جا باسي وفاتي آدم من كرت سلامي خويل سر بيت جا لو شن خطبية كدامانا شوار إسفادم هل بجاردوا بإذن خواي فروردگار بسود بيبو همو من إيشي فيه بكين وبيكين بكردوا همو يعني يك لا يك جرنكترا فائدة ودرز وعبرة لو خطباني كباسي آدم مانكر سلامي خويدة سربيت يكي لوانا خوي قورو مهربانا فرميت: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أما ما بدرك بيت كخدا فرميت أيو كساني كوا مناقشة ودم بدميك اندر باري عيسى كري مريم كأرين شون أبيت بشريك ببيت ببي باوك خدا بيانا فرميت إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. دم بدم يوم مناقشة ما كان دربار عيسى أجر إيوة أوتان لا قرانا جاء نموني عيسى للا إخوائي قورو مهربان لخلق كردنيا عند وكو آدم وايخو أجر عيسى باوشي نبو آدم نباوشي هبو ندايكي هبو وحواء لن يربو كآدم سلامي خويلة سربيت وهمو إنسان كان لن يرومي
لا تامجلا نبيك عيسام خلق كردوه ببي باوك او ادم خلق كردوه ببي باوك ودايكش نموني عيسى لا اخوا وكن نموني ادم وايا وبيغمبر عليه الصلاه والسلام افرميت كلكم بنو ادم كلكم بنو ادم وادم خلق من تراب اوهمتان نوي ادم وآدمي باوك تانش لقر دروس كرا لخول دروس كرا لينتهين أو لا مبو قسم جوابي قسم لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان لصحيح الجامع دا تشوار زارو بينصتو شصتو هشت أفرميت يعني والله إن أحد الأمرين واقع لا محالة إما الانتهاء أو كونهم أهون على الله من الجعلان إيوها متان بني نوي آدم وآدمي باوكتان لخول دروس كداوة وازبير أن فخر وفخر بازي ملي من وام ومن وام تك أصلكت خولا لبروي أفرميت قومانك هن بباو بابيراني أنا وفخركا أصلا باو بابيراني أنا مسلمان هرنين يا أوتا واز لودين يا أوتا أو كساني كفخركا بباو بابيراني أنا و تكبرك نبان غيري خويا أنا و أولا لا إخوائي قورو مهربان لقالون تا كم ترى جا حيوانك وكو قالون تا جعلان امام مناوي افرميت حيوانه كفرجيني قائم به بس بيسي اخوات بوني يكشتك بوني يكشتك الطيب ببيسيت اتوبيت او حيوانه الا بيسي اخوات لو كم تربي للا اخوه كسي فخر بكاد بنسبي وبابا وبابيري وبتشيوا خصوصا كمسلمان اجنبيت وكو أو دوك سيل زماني بيغمبر عليه الصلاة والسلام أيود من كري فلانا عشرة فلانا فرموي بيغمبر عليه الصلاة والسلام دوك لزماني عيسى لزماني موسى سلامي خواهي لسر بيت دس يعني كتب فخر كردن يكي كان وتي من فلانا كري فلانا كري فلانا عدة تسعة هيتش يعني مسلمان نبو أما كي تري وتي توتي تي وتي من فلاني كري فلاني كري إسلامم خواهی گورو مهربان وحینا بو موسا فرموی اوی کوان نو پشتی باز کرد هر نوی لجهنم او دیم یعنی اما ایشی کوان یک پشتی که باز کرد و دو میوتی اسلام اوان لجنت فخر ببا و با پیران و بنسب و بحسب نکی چوکا بو لبروی و آدم خلق من تراب آدم نخول دروس کلاوا انسان متواضع بیه کس فخر نکا ببان کسوا كس فخر نكا ببان كسوا شجا شتي خلو كردن لدينا بقاول كي بشي بولاي يكي قوندر كي ماشكي بقاول كي بشي بولاي كلي نسا سلمكي بخيت الجفان تو بسايو تجانا او عقلياتانش هيا فانسان اتقاتر كز للاي خواي پروردگار بررسرين كز للاي خواي قورو مهربان او يكا متقي بيت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إيمان تقوى أبي بأولياء إخوة كتو تقوى نبو بحسب نسب نية پیغمبر عليه الصلاة والسلام أمري كد عبد الله كري مسعود بشيت بان دار خرمائك شان خرمائك بوبكاتو كتو بان يا للرواية كافرميت داري داري أراك داري سواك بو أري باي هادايلة كراسكي بري قاسقلي كوت در صحابة دس يعني كلب بيكنين فرمي مما تضحكون أو بشي بيكنو كان والله بساقي عبد الله كري مسعود ده فرمي والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد فرمي بو خوايك وا نفسي مني بدستا أو لا قباريك إلا شاخ أحد قرسل للرج قيامته بوني أم قاتي بارك أم بالاي برزة أم أسمرة أم عربة أو تركمانة أم كردة نأبة ونية فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم
بخوا نه سید امینی نه شیخ امینی نه مامۆستا امینی هەمووی وا ویلێ و هاوارێتی بۆ خۆی هەمووی هاواری ئەواکە کە دایک و باوک و مناڵی هەمووی بکا بە فیدا بەس خۆی ڕزگاری بێت ناخوا فلا ئەنساب بینهم لەبەرەوەی ئەسڵەکەت قوڕا فکرێ لە خۆت بکەرەوە تەکەبوڕ نەکەیتە سەریەکە ئەفەرمێ ئینسانی وا هەیە ئینەه لەیەئتی الرجل العظيم السمين يوم القيامة زور قلوة زور قورية لأصلي متكبرة أفرميت لا يزن جناح بعوضة عند الله أو أن يقبل ميشيك وزني لقيامة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لروج قيامتها وزنيا نية بقوري وبزخمي وبسرزلينية بتقوايا لبروي أصلكت قرى أصلكت خولة نابي إنسان تكبر بك كافيز بك أتبان أمك أو أوكيا وأفرمي في غنبر عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال شيخ زان بيأيكي بير بشي زنابك أما أم حكماني بركوية نخدا قصي لقلك نسيري أكا نپاکی اکاته و عذابی که قرصی هیا کسی اکتو تا ناو سالا و خریکی زینا کردنه دو هم و ملیکون کذاب کسی اکی دا صلات دار دروزن بید تو دا صلات داری چی پیوشید با درویا خلق دیل بردست دروکا تو با دروکی گنج یک اگر زینا بکا علین شهوتی پر رو بقوتا بس تو اختیاری تازه با دوی زینای چی اکوی قال وعائل مستكبر كسيك فقير بيت متكبر بيت قال والتواضع التواضع كلها حسن وللأغنياء أحسن تواضع هم يجوانا بس بو إنساني دولة من جوان ترى دولة من بيو متواضع بيت متكبر نبيت والكبر قبيح كله متكبر هموي ناشرين بلام لا انساني فقيرا ناشرين ترى تو فقيري تكبر بشي اكي ايه كابرا دوله منا وتمان سياري وماري وشي وشي تكبرك ايه تو هيشتني تكبر بشي اكي او قد يحترى ف انسان اجاي لخوي بي اجاي لا اصلكي بك لخول دروس كراوه وراى محمد بن واسع رحمه الله ولده يختال محمد كري واسع لسردمي خويدا رحمتي خويل بيت افرمون طلب كان افرمون اجر ايمان من لاواز بوايا اشو من بس محمد كري واسع بس سيرك ما نكر بس يك جاء امان بيني هتاكو يك حفته ايما شحن ابو من بس بدينيني محمد كري واسع رحمتي خويل بيت افرمي كركي بيني اروات الريو باري فشو كردو بتكبر اروات الريو فدعاه وقال له أتدري من أنت أزاني توكي وأريت الروا أما أمك فقد اشتريتها بمئتي دينار دايكتم كريبة صد دينار وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله باوكتش دك خوا قد أمثال زياد نكرنا ومسلمانا محمد كري واسع وابق ويغلب تخذنا ناسي كرم أو حالي دايكتا أو إيش باوكتا أفرمي إيتر كركي أو تواضع قردي دسينك للتكبر كردن فتكبر كاركي زور خطرة إنساني مسلمان أبي آقاي لبيت تكبر نكين وأو كسانش كبيغمبر عليه الصلاة والسلام أفرميت من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار هركسي حزبك على دلوة خلق لبري هرسيت بفاوة لدلوة رويتا مجلس يكوا ما موسى كان كرويتا نصفوا بطلب كان كهموية لقيام اگر يك طلب هل نسي رنگ جوجكي لبنا دركي ام حديثة بك برنامه بو خوت ادقريتوا هركسي حزبك خلق لبري هل بسي او باجي اقاي خوي ساس بدال لنا واقري جهنم حديثة كشنا مسلمة شو انا زاني ام كسم متكبرة لبرا المتكبرة
چو مجلسی که و چهار هر سال بریدوان هال نسا یترقی لیگری بو هال ناسی لبرم او بعد جای خوی حاضر کال جهنم او شاهدی پیغمبر علی الصلاة والسلام و ما مستای امرو کطلب لبری هال سید لمكتب کانا لمدرسة کانا او طلبان گناه بار نابن چوکا من احب یا من سره او اگریتوا خطابك اللي قال أوياك حزك خلق لبري هالصية بلام أمان شاري أني إن شاء الله قن عبارنا بن بلام ما مصاب أجاي نم حديث بيت أجدو طلب لبري هالصية رنج فصل بك أو بزانا متكبري لروج قيامته أو نيجب على ميشك تول لا إخوي جورو مهلبان وزل الدنيا أصلا كمان بناسين لقرن لخورن كست فخر نكا بباني كسي تروى تو لشون میزه و بویتا تو لقطره او بویتا تو او دستکت لگل خوتا یا تکبر بچی واکی فخر بچی واکی او درز عبرت من بودرکوه خالدو هم برا کانم امشهر مهمه خواهی گورو مهربان ملائکه خلق کرد لنور آدمی خلق کرد سلامی خواهی لسر بیت لقر جني خلق كرد لآقر اگر سيري امسي مصدره بكين خو نور لهموي بقوتره بلان بوانية اصلكت چون چوني بيت بوابيت كعلم تبيبه علم شرعي بوي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا ملائكة وتيان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كواتا آدم سلامي خواهي لسربيت بقوة تربو بريس تربو أشرف تربو برس تربو لشي لملائكة بو لبر علمكي لبر علمكي إنسان بعلم برزبيته ولا دنيا ولا قيامة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات خواهي قولوا مهربان أوي إيمان دارا برزي أكاتو برام أوي إيمان دارا وعلمي درجات لو برزي أكاتو فرقي هي بس إيمان دار بي وفرقي هي كعلمة لقلابي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات وقال تعالى شهد الله وكفى بالله شهيدا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يعني ملائكة الشهيد كلا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط هاورد يبال خوي خوي قورو مهربان شاهدي ملائكة وشاهدي أهل علم كبو أويك هيس إله يكنية إلا الله بتاكو تنها ببرستريت إمامي قرطبي فرميت رحمتي خوي لبيت في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وفي هذا مدح وثناء لأهل العلم وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إنسان بمريد كردو وكيبية وأدريو خيرو شاكيبو نارو إلا لسيشون ونبيت لدواي مردنش هر شاكيبو أروا إلا من صدقة جارية صدقيك جارية مزقوتي بكي جسري بكي خسخاني بكي مدرسيك علمي بكي هرشي بكي صدقيك جارية لدواي خود بوتي أو علم ينتفع به يا علمك ببخشيني تو بدي بخلكي خلكي فيري علمك بي اوش خلكي ترفير بك اوش خلكي ترفير بك
هموي أجر پاداشتا كي بوتو ديت أو ولد صالح يدعو له يا كريك يا كشيكي صالح تبي دعاي خيرت بوبك أو دائما بوديت ببر دوامي بوديت. وقال العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، علم يكلا ضلبيت أو علم بسودا، وعلم على اللسان فنا أقري نخوا علم يكي بس لسر زبانا فذاك حجة الله على ابن آدم أو حجة إخوائي قولي لسر بس لسر زبانا هل علم اللسان بي هل قصب كي خلق يود لي بقري بلان خوت إيش كدوتنا به والعياذ بالله. وقصي أو بيا والراهي بيكا كابرها تلاي نوتو نوكسي كشتبو وتي توبن بو هيا وتي توبت بونية يعني فتواي دا ببيع علم هل سأوشي كشت هم خوي دا وكشتن هم أو نفرت لي بي زياد كد ببيع علم ببيع علم أو بوشو لاي كسي كتري وتي بلي توبة هيا وقافي توبة كرا وتوا. وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله رضي الله عنه إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم أولا علما يا كافي برسياري كد لي كرا دربار الشريعة نزاني جواب ديتا وببلغي قرآن السنة بلي لا أعلم بلي نازانم أو علما خط مع الإيران مكا فتوى بدي عالمش بهوي فتوى تو قم رابيت شو كتاواني أوانش بوتو ديت ببي أو إلى تاواني أوان كم بيتو. إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم بلي الله أعلم نازانم فتوى غلط مدى ببي بلغ قسمك بويا علم علم زور ضرورة. و پیغمبر عليه الصلاة والسلام أفرمي هر كسي الرقاي علم بقري تبر خواهي قورو مهربان رقاي جنتي بو آسانكات و هرچي حوت هي لنا و بحركان دا هرچي ماسي هي لنا و بحركان دا هرچي ميروله هي لنا و شاروشكا كي دا هموي دعاي خيركا و داواي ليبردونكا لخوا بو كسيك طلب علم شرعيكا. وفرمويتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام نموني عالم و نموني عابد عابد بصيغة مبالغة يعني بشو خريج شو نيوش بيت بروج بروجو بيت نموني أم بيا ولا قال كسي كي عالم أهل علم بيت نموني وكو مانجي تشارد الشو وايا ولا قال أستيريكا أستيريك أبيني بتشكلا لقال مانجي تشارد الشو وايا كتون روج نايبو همو عالم دات علم آو هايا أهل علم آو هايا بويا هول بدين خصوصا علمي كتاب السنة تيجيشتن لقرآن السنة ببوشون فهمي سلفي صالح صحابة وتابعي وتابعي تابعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بوم عندر كود يكم إنسان فخر نكا ببان كسا وتكبر نكا شكا أصل كي خولا دهم فضل علم إنسان هول بدا بو علم شرعي سيهم الفرار إلى الله بالتوبة قد إنسان ما يسنبت شن يتاوان بكا شن يخراف بكا شيطان نيا بتخلطين يت بلي بابا تو تازة چيت كرد أوت كرد تازة خواليت خوش نابين نا قافي توبة كراوية هتاوكو روج قيامت هتاوكو خور لخور آوا وهل ديت. وإنسان كافر بوي هي توبة بكا لكفركي توبة بيويست بو همو من دائما. إنسان مشرك بيويست توبة بكا لشرككي. إنسان مبتدع بيويست توبة بكا لبدعكي. إنسان تاوان بار بيويست لسري توبة بكا لتاوانكاني. إنسان طائع كعبادتي خواك بيويس لسري توبة بك على سر تقصيري إما ككاتي نيوجعكين كقورترين عبادتا لدواي سلام دانوا شرع شيبو من دانوا سيجار بلين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لدواي نيوجعكا خوايا جان دواي اللي بردن ليكين بو لبروي كمكرمان هبو لنيوجعكين كاتي حجعكين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله لدواي حج خدا أفرمي إجابة أستغفر الله
لدواي دزنيوش كدزنيوش أجري كجناح كان اللي أوري أبي بلي اللهم اجعلني من التوابي واجعلني من المتطهرين كسل خوي باي نبيت إنساني طائعش توبة بكال أسل توبة بكال بولا إخوائي قولوا مهربان لبروي كردكي كم كردوكاني كم ترخمي تاهي كل بنو آدم خطاء هم بني آدم غلطك بلام وخير الخطائين التوابون باشترين أوي كوا غلطك أويك توباءك توباءك إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر خوي قولوا مهربان توبي عبدك إخوي قبولكات حتى أوكو نجي يتغرغر روحكي كجاي غرغرة خلاص الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أو كات توبة كردن بويا خوي قولوا مهربان كبانجي آدمك بانجي آدم وحواك كلا دارك يا أخوان معصيتي خوايا أنكرت وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة بيتان منود لو دار مخن وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين بيتان منود إبليس لعين دجمن تانا أقداري بن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ونوح سلام إخوائي لسربيت كاتي طوفانك هاد بانجي كركيك ككركي كافر بو نوح خوشي بيغمبر بو كر مرة لقل من سواري كشتي كبا أيود باوا من اسم بان شاخي كي برز خو ما باريزم أيود رولا أمرو خو بارا سنية أمرو أمر كريت آسمان أتقيد يتخواره أمر كريت الزوي آو دي دبان أو بو طوفانا كهاتو هميان لناو چون إلا أوانيك لناو كشتي كنبون أمجاك نوح سلامي خواهي لسربية داواي أوي كر يا ربي خوايا كركم أهلي منه تو وعد داوا أهلك من لناو ندي خواهي قورو مهربان فرموي إنه عمل غير صالح إنه ليس من أهلي أو أهلي توني لبروي عمل غير صالح لبروي كردوي خرابي كرد كردوي شاكي نبو أعيذك أي نوح أقدارتك موا لجاهل كان نبي داوا يشتيكم ليبكي كعلم تي نبي أقدارتك موا لجاهل كان نبي كخواهي قورو مهربان عتبي لي قرد خواهي قورو مهربان أفرميت قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين موسى سلام إخوائي لسر بيت كزلكي دالك أبراو وفاتك فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له جيب جيب بيغمبران أو دائبي بيغمبران بوا أو دائبي بيو شاكان بوا تاواني أنا كر جيب توبي أنا كر بولا إخوائي قورو مهربان فإما نكن ذي كسبلين أمانة خوارج أمانة تكفيرين عرض عاصمان فرق مانا نخير قافي توبة كراوية هرشي كدوية كي خلاف وناشرعية كي توبة بكبولا إخوائي قورو مهربان إخوائي قورو مهربان توبة كدي قبولك وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقصي ماعزي كري مالك وكل صحيح مسلم دا هاتوا أفرميتو زنايكر صحاببو زنايكر هاتا لا يغمبر عليه الصلاة والسلام دسيناو ناو دس يغمبر عليه الصلاة والسلام فرمو أي يغمبر إخوة برد بارانم بك ورزمم بك بو أوي باكو بن فرمو برو توبة بك ودعوة إليه بردن بك لأخوة يغورا رويش تاني كي بيتو هاتوا فرمو أي يغمبر إخوة هاتم بو أوي باكم بكي توا برد بارانم بك ورزمم بك فرمو آية أما شيت بو أبيه جنون أما شيتا وتعني أي يغمبر إخوة والله شيتني فرمو أشرب خمرا لدعوة أوي سيو شار جاوة يتيو كابرايا شو بوندمي كدو تي پیغمبري خو والله بوندمي نه سر خوش ني فرموي شيت كرد فرموي زينام كرد اي پیغمبري خو صلى الله عليه وسلم او بو چاله جان بو كدو خسان ناو چاله كو رزميان كدو بد باران يا كر هتا و كر روحي درشو كا
كروحي درسو دواي أوي كان نيوجي عن كل سريو شوريان ونيوجي عن كل سريو يقدروجي كي بيتو هند يكس أيانود شي بخوي كرت خوي برد باران كدواي بسرهات هند يك أنا أيانود وأخوات توبي كي عجائب كرت هتاوكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام هاتنا وصحابة كانوا بياني فرمو استغفروا استغفروا لماعز بن مالك وتيان غفر الله لك يا ماعز دعوة لي خوش من بكلم معز وين فرمو فرموي في غمبر عليه الصلاة والسلام لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم والله توبيش كردم ماعز كر مالك أجر توبك تقسيم بكرة بان أمتك بش يعني أكد أهو خوي بنفسي خوي هاتوا توبة كردوا أو خلاص أو جنتية أجر توبك تقسيم بكرة بان أمتك بش يعني أو أمتك فقافي توبة كراوية زنات كردوا قتلت كردوا غيبتت كردوا شريكت بو خواه قرار داوا كفرت كردوا توبة بكبولاي خواه قورو مهربان هول بدا مشورو سري وكو آدمي باوك من سلامي خواه لسر بيت شون تاواني كرد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين داوا كإن خواه قورو مهربان كلاقناها كان من خوش بيت خواهی گورو مهربان آخر خیر من بکا خواهی گورو مهربان شفای نخوشکان من بدی یا ربی خدای طلبکان من سرکوتوب کی یا ربی خدای هدایتی من مستکان من بدی بوی بجوانی درزی طلبکان بلینو یا ربی خدای یارمتی حکومتک من بدی بوی ما مستای باش بنیره بو مدرسکان ما مستای ریکو پیک بنیره بو مدرسکان درزو ادب و علم فیری او طلبان بکن یا ربی خدای همو لا موفق بکی يا ربي خداي اوي خيري ولاتك ماني قرك وخيري مسلماناني قرك خواي ببيت ملي خيره يا ربي خداي اوي شري ولاتك ماني قرك شري مسلماناني قرك خداي شري خوي بكي بقزي خويدا يا ربي خداي مشغول بكي بشري خويدا يا ربي خداي لقناها كان مان خوش بي يا ربي خداي لمردو كان مان خوش بي رحمنا ايمش بكي كاتي اتشين بولايان امين والحمد لله رب العالمين